اهلا بيكم طلبه الطلبات الصف الثالث ثانوي في حلقه جديده من برنامج كايرو دار في ماده البيولوجي تعرفنا في الحلقات اللي فاتت على السكيلتال سيستم اوف هيومن وعلى السبورت ان وعرفنا ان اني ليفنج اورجانيزم ذات هاز سبورت هاف ابيليتي تو ميك ا موشن زي ما اتفقنا ان خدنا السبورت ان قدرنا نعرف الموفمنت ان بلانت وخدنا السبورت ان هيومن النهارده ان شاء الله هنتعرف على الموفمنت اوف هيومن اول حاجه بنتعرف عليها وات از مين باي موفمنت يعني ايه موفمنت بقول ان الموفمنت بتميز او ديستنجويش ذا ليفنج اورجانيزم فروم نون ليفنج اورجانيزم ديستينجويش ذا ليفنج اورجانيزم فروم ليفنج اورجانيزم واحنا عارفين ان الموفمنت من ضمن الكاركترز اللي بتميز لي الليving организм بتميز ال humans ميزت بتميز ميزت bacteria بتميز all the living organisms have ability to make a motion. so they are called the living organisms. من ضمن الكاراكترز اللي بتديهم uh, distinguishing uh, من نسبة لهم من نسبة لي non living organism. طيب نتخيل مع بعض كده. إن Living organisms عنده إيه؟ عنده self movement. self movement يادا يقدر يتحرك and can respond to external stimuli يقدر يتأثر بال external stimuli external يعني ايه؟ يعني نفترض emergency situation the living organism فيه respond على طول ليه ان هو مثلا بيعمل running ان هو بيبقى faster في الاكشن بتاعه اوكي okay. يبقى احنا عندي ال living organism اللي هو has self movement الحركه بتاعتك انت اللي انت بتعملها بتقوم بتجري بتتحرك بتمشي or respond to external stimuli يعني لو انت دلوقتي thirsty you will move to drink يبقى انت عملت اكشن يبقى انت ريسبوند لاكسترنال ستيمولاي لو ما احنا اتفقنا مثلا اكسترنال ستيمولاي زي مثلا امرجنت ستويشن تعرض لها او وهكذا. Uh, طبعا بقول ان السكيلتل او اني ليفنج اورجانيزم عشان يقدر يعمل موفمنت لازم يكون عنده سكيلتال سيستم يكون عنده سكيلتال ايه سيستم. لو تخيلنا ان ليفنج اورجانيزم وذاوت سكيلتال سيستم يو كانت جيت بالانس You can't get balance or you can't move. You can't ايه؟ You can't move يبقى السكلتل سيستم ده بيديني البالانس وبيديني الابيليتي ان انا اعمل موشن لو انا عملت ريموفل للسكلتل سيستم يبقى انت حضرتك بتقول لي اي كان موف اي كانت موف انا مش قادر اتحرك اوكي؟ طيب يا ترى السكلتل سيستم عندنا ده آه كام نوع؟ قال لي تو تايبز اوف سكلتل سيستم أول حاجة internal skeletal system internal skeletal system and external skeletal system ال external skeletal system زي الأرثروبوز وال internal skeletal system زي آه, طبعاً البوني فيش والكارتريجينس فيش أو الهيومن الهيومن عنده internal skeleton طب ال external skeleton آه, زي الأرثروبوز ده لما نيجي نشوف ال internal skeleton بقى عندي نوعين من أنواع ال internal skeleton يا إما cartridge يا إما بوني كارتريج زي مثلاً اللي هي الكارتريجينس فيش وي بوني زي البوني فيش يبقى ده كده كتوتال ان احنا نعرف بس السكيلتن سيستم اللوكيشن بتاعه ممكن يكون فين ممكن يكون اكسترنال ممكن يكون انترنال اكسترنال زي ما اتفقنا ارثروبوز وانترنال ساتش از هيومن او ساتش از بوني فيش وات ايفر ذا كايند اوف سكيلتون ايا كان نوع السكيلتون بتاعنا فهو بيكون من جوينتس بيكون من ايه جوينتس كونسيست اوف جوينت تو فاسيليتيت موشن تو فاسيليتيت موشن الموفمنت عندنا مش سكيلتر سيستم بس يعني انا لو عندي سكيلتون في البيت هاز ابيلتي تو ميك موشن لا امال ايه لازم الماسكولر سيستم ماسكولر ايه سيستم يبقى الاضافه الى السكيلتر سيستم وي شود هاف ذا ماسكولر سيستم وي شود هاف اولسو ذا نيرفوس سيستم اه يبقى هنا بيجي سؤال يقول لك ايه ذا موفمنت ديبيندس اون ثري سيستم ديسكرايب ذم وضحهم لي اقول اول حاجه عندي مين

فور كونكشن اوف muscle انا يعني لو ما عندي skeletal سيستم يا ترى المسل بتاعتي هتبقى موجوده فين لازم يكون في اتاتشمنت ما بين المسل وما بين البون يبقى يعني ما اجي اقول لي الماسكل سيستم طبعا بيتصل أه بيه بي السكيلت او كونكشن بيعمل كونكشن مع skeletal سيستم طبعا تو سبورت ذا موفمنج اوف لمبس اوكي تاني حاجه الماسكر سيستم الماسكر سيستم لو انا قلت ان انا عايز امسك القلم ده هعمل ايه المسل على طول ريسبوند تعمل كونتراكشن اند ريلاكسيشن كونتراكشن اند ريلاكسيشن يبقى انا عندي الماسكر سيستم جيف ذا او هاف ابيليتي تو ميك كونتراكشن اند ريلاكسيشن تالت سيستم عندنا هو النيرفس سيستم واتفقنا ان النيرفس سيستم ده المسل ك ان ما تقدرش يعمل كونتراكشن ما يقدرش يعمل ريلاكسيشن الا بي من البرين او بي من النيرف سيستم يبقى انا عندي النيرف سيستم جيف اوردرز تو ذا مسل تو ميك كونتراكشن اند تو ميك ريلاكسيشن طب الماسكولار سيستم بتاعنا كونسيست اوف ايه the muscular system consists of لو تفتكروا كده معلومه قديمه ان النمبر اوف muscle ان هيومن 620 620 ده الـ number اوف muscle توتال نمبر اوف muscle يبقى بقول له muscular سيستم عباره عن ايه 620 اوف muscles طيب والماسل دي او muscular سيستم بيكون من ايه جروب اوف مسلز جروب اوف ايه اوف muscle لو جينا بصينا على السلايدز كده معانا بقول ان muscular سيستم بيكون من مسل muscle بتكون من tissue والمسكل او فايبرز والمسل مسل فايبر من مايو فيبريلز. اوكي ده اللي هي الجنرال structure اوف ذا muscular سيستم يبقى يعني عندي ماسكل سيستم نمبر اوف مسل 620 الماسكل سيستم بيكون من مسل المسل الواحده بيتكون من مسل باندل المسل باندل بيتكون من مسل فايبرز ماسل فايبر الماسل فايبر بيكون من مايو فيبريلز اللي هو بيبقى النمبر بتاعه 1000 تو 2000 يبقى ده السيكونس اللي احنا بنمشي بيها في الاستراكشر بتاع الماسكلر سيستم uh, طبعا عندنا هنا الفانكشن اوف ماسل ده سؤال بيجي لنا بردك رايت اباوت ذا جنرال فانكشن اوف ذا كونتراكشن اوف ذا ماسل ايه يا ترى نتيجة لما انا اعمل كونتراكشن في الماسلز اول حاجه موفمنت يعني ايه موفمن؟ يعني i living organism can make total movement from one place to another from one place to a to another due to the muscular contraction the relaxation. تاني حاجه بقول له عندي ايه؟ transportation from one place to another بالاضافه لكده بقدر living organism يقدر ايه نعمل continuous movement of blood. يعني البلوت بتاعنا مش احنا خدنا ان البلوت streaming ده من الcontinuous movement الحركه المستمره ما ينفعش تقف. فبالبلاد streaming ده بيحصل ازاي؟ بقول له due to the presence of smooth ماسل سموث ايه سموث ماسل فالسموث ماسل دي اللي موجوده في الفينز والارتري درسناها في السكند سيكندري بقول له هاف ابيليتي تو ميك كونتراكشن وده بيحافظ طبعا على مينتينز بلاد بريشر بيحافظ على البلاد بريشر بتاع آآ آآ جسمي ده ليه لان الفينز والارتري كونتينز جروب اوف سموث ماسل اوكي ثيرد فانكشن من المسل كونتراكشن بقول له تشينج ذا بوزيشن اوف سيرتين اورجن يعني انا اقدر احرك اعمل موفمنت للاورجن ده ولكن جسمي كله هل معنى كده ان انا معمل موفمنت لوان اورجن جسمي يقدر كله يعمل موفمنت في نفس الفتره دي او في نفس اللحظه؟ لا بقول له موفمنت اوف وان اورجن ريلاتيف تو انذر بودي اورجن ريلاتيف تو انذر بودي orgen uh, force uh, importance بقول له مينتين ذا بودي بوزيشن الحفاظ على وضعيه الجسم يعني ايه الحفاظ على وضعيه الجسم انا لما باجي اقعد ممكن اقعد لقدام فورورد باكورد ده بيعتمد على ايه بيعتمد على المسلز اوف ذا نيك اند ذا ترانك اند ذا ترانك اند ذا لوور لمب اند ذا لوور لمب يبقى انا لما يجي يقول لي رايت اباوت ذا فانكشن اوف ذا muscle contraction بقول له ان المسل كونتراكشن عندنا فور فانكشن اوكي ومنبدأ طبعاً all transportation from one place to another changes the body posture okay. uh, changes the one organ relative to another body organ where maintains the blood pressure وده بيجي give reason how can you maintain your blood pressure all due to the presence of the smooth muscle in veins and arteries uh, نبدأ هنا بقى في ال structure of muscle زي ما اتفقنا إن ال structure of muscle نيجي نبص كده على السايد اللي معانا المسل consists of large number of units large number of ions. called muscle cells or muscle fiber. يبقى النيم بتاع muscle cell هو هو النيم بتاع muscle fiber. each muscle fiber كل مصل فايبر بيكون من ماي فيبرلز حوالي من 1000 ل 2000 ان نمبر طبعا الماسل فايبر دي لما تيجي تشوف انت بيس اوف ميت مثلا بتلاقي السلايد بتلاقيها كده عباره عن ايه عباره عن فايبرز خيوط كده مع بعضها الماي فيبرلز دي بتتكون من 1000 ل 2000 او عددها في بيبقى رينج كده ما بين 1000 ل 2000 لما نيجي نشوفهم ارينجد لونجيتودنلي ارينجد لونجيتودنلي يعني ورا بعض كده لونجيتودنلي بعضهم تمام on the main axis of the muscle يبقى لما يجي يقول لي muscle fibers are arranged نقط longitudinally اوكي okay? h muscle fiber بقى بيتكون من ايه large number of nuclei خلي بالك الماسل فايبر عندنا ودرسنا في الفيرست سكندري ان الماسل فايبر بيحتوي على لارج نمبر اوف نيوكلياي او لارج نمبر اوف نيوكليوس النيوكليوس دي بمسؤوله عن ايه طبعا النيوكليوس دي مسؤوله عن فايتال اكتيفيز بتاعه السيل فانا بقول ان الماسل سيل او الماسكر سيل لما اجي اشوفها بقول اجريجيشن اوف لارج نمبر اوف سيلز توجذر يبقى اللارج نمبر اوف سيلز دي او الماسل فايبر دي كل ماسل فايبر كونتينز لارج نمبر اوف نيوكليوس لارج نمبر اوف نيوكليوس ننتقل إلى الستراكشر أوف ماسل فايبر، طبعاً لما نقول structure أوف ماسل فايبر عايزك تركز جداً إن إيه ده وضع أسئلة امتحان ثانوية عامة، بيجي كتير جداً 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 السؤال ده، يقول لك إيه؟ اتش ماسل فايبر، كل ماسل فايبر عندنا بيكون من أول حاجة عندنا 3 إكسبريشنز تنسى اسمك كده وتفتكرهم، أول واحدة ساركومير، ساركولما، والساركوبلازم، ساركومير، والساركولما، والساركوبلازم What is meant by sarcomere? Sarcomere. Sarco means muscle. Means mir means beast. Muscle beast. Muscle beast. Baolohiya. It is the distance between. تو سكسيسيف زد لاين لو انا افترضت ان ده الزد لاين واحنا اتفقنا نسميه زد لاين ليه ان زد لاين هو واخد الشيء بتاع الزد لاين او زي لاين اوكي فبقول ديستنس ما بين تو سكسيسيف وما كلمه سكسيسيف ابدا زد لاين كولد ساركو مير نبص كده على الرسمه اللي معانا بقول هنا الدستنس ما بين اتنين سكسيسيف زد لاين من عليها الساركومير ساركو آه مير آه تاني حاجه انا عندي في اي ليفنج سيل لازم يكون في سيتو بلازم سيتو مينز سيل وبلازم اللي هي البلازميك او ليفنج ماتيريال بتاعت السيل فبقول السايتوبلازم ده شبه الوايت البيومين اوف ايج الجزء الشفاف كده بتاع البيضه ده البياض البيضه ده هو ده الوايت البيومين اوف ايج اوكي ده موجود في المصل بس احنا قلنا اتفقنا ان المصل كولد ايه ساركو طب ما نقول ايه ساركو بلازم يبقى ميجي يقول لي وات از مينت باي ساركو بلازم بقول له ات ذا سيتوبلازم اوف ذا هو عباره عن السيتوبلازم اوف مصل ايه فايبرز third اكسبريشن uh, عندي الساركو ليما ليما ده اللي هو الممبرين اوف muscle فايبر ممبرين اوف muscle ايه فايبر خلي بالك بقى وركز معايا المسل باندل يعني انا لو افترضت ادي المسل بتتكون من مسل باندل المسل باندل عليه ممبرين الممبرين كولد بريميسيوم كولد ايه بريميسيوم البريميسيوم ده that covers كفرز muscle bundle يبقى انا ما لخبطش ما بين الممبرين اللي بيغطي المسل باندل والمنبرين اللي بيغطي او بيعمل ليه للمسل فايبر المسل فايبر يبقى اسمه ساركولما المسل باندل يبقى اسمه بريميسيم اوكي طيب نيجي نرجع لموضوعنا تاني للماسل فايبر دروز ماسل فايبر طبعا فبقول له هنا السيكونس ما بين التو زد لاين ده عباره عن الساركومير تاني حاجه بقول ان الماسل بيبقى ليها سترييتد ابييرنس سترييتد ابييرنس يعني ايه سترييتد ابييرنس يعني مخططه شبه الزبره كده الحيوان الوحش ده حته دارك حته لايت حته دارك بارت دارك بارت لايت كده طيب ليه لانها بتتكون من ها alternating dark and light bands alternating dark and light ايه بنس نيجي هنا بقى لللايت والدارك باندس ونبدا نسال كويتشز مهمه جدا هنا اللايت باند ديت بتبقى كونسست اوف اونلي مايوزي اي اكتين كونسست اوف اونلي اكتين اونلي فقط مفيش غير الاكتين طب الاكتين دوت عباره عن ايه اين وورد اندس ويز اي ان اي وورد هنلاقيها بتنتهي بالاي ان عندنا بتنتهي بتبقى بالدليل ان ده بروتينيك سابستنس ما احنا عارفين ان المصل اصلا هي بروتينيك سابستنس فبقول ان الاكتين فيلمنت اللي بيكون اللايت باند اوكي ده ثين اكتين فيلمنت ثين اكتين فيلمنت عشان كده قالوا عليها اللايت باند طب ما اللايت باند دي هي لايت بس في بايسكتد يعني ايه بايسكتد يعني في النص كده داخل لها زد لاين اللي هو الدارك لاين دارك لاين يبقى الزد لاين ايه بايسكت ذا بايسكت ذا لايت باند اللي بتتكون من اكتين فيلمنت بتتكون من ايه اكتين فيلمنتس اونلي نيجي للدارك باند اللي هي الالترنيتنج مع اللايت يبقى هنا جزء او بارت لايت البارت الثاني بيبقى الدارك الدارك هو عباره ان كونسيست اوف ايه اكتين اند مايوزين الاكتين اتفقنا ان هو ايه ثين فيلمين طب والمايوزين؟ سيك فيلمين يبقى اكتين ومايوزين دول بيكونوا الدارك باند طب اما نشوف السيمبل بتاع الدارك باند هو السكند لتر من دارك ايه؟ ايه فنقول عليها ايه باند طب السكند لتر من لايت ايه؟ اي فنقول عليها اي باند يبقى الاي باند مع الاي باند او اللايت باند مع الدارك باند وبالتالي السترياتد muscle بيبان لي كانها ليها striated appearance زي the skeletal muscle that covers the skeleton of human كلها striated appearance ليها striated appearance ليه ده give ريزون مشهور جدا give ريزون the skeletal muscle has striated appearance اقوله because it consists of alternating dark and light bands a band or light band i band okay يبقى ده بالنسبه لي الايه المسل فايبر طب ما نيجي نشوف الدارك باند بقى نكمل على الدارك باند بقول ان الدارك باند از bisected باي باي ايه اتش زون اتش زون لانها فعلا واخده الشيب بتاع الاتش ايه الاتش لتر فبقول اتش زون دي عباره عن ايه او كونسيست اوف ايه اقول له كونسيست اوف اونلي مايوزين كونسيست اوف اونلي ايه مايوزين يبقى انا عندي دلوقتي اللايت باند اكتين فيلمنت اونلي الدارك باند اكتين بلس مايوزين with light band bisected by z line with dark band bowled bisected by الدارك باند bisected باي اتش زون زي الدراينج دلوقتي اللي باين لنا على السلايدز ركزوا كده معايا هنلاقي هنا الزد لاين الاثنين ورا بعض الساركومير تظهر لنا عندنا هنا هنلاقي عندنا الاتش زون اللي هي الحته اللي في النص اللي هي السيمي لايت اريا اللي موجوده او bisected ذا دارك باند bisected ذا دارك باند فنقول دلوقتي ان انا عندي كومباريزون أه, مهمه جدا كومبير بتوين لايت باند اند دارك باند فبقول لايت باند السم بتاع الاي والدارك الاي باند وبقول لايت باند اكتين اونلي الدارك اكتين بلاس مايوزين والكمباريزون طبعا ده مهم جدا وبيجي كتير جدا لينا في الامتحان طيب لما نيجي نشوف بقى الايه الجزء اللي بعد كده على اللي هي الساركومير بيجي سؤال بردك مهم يقول لنا ايه؟ the smallest unit that has ability to make contraction وبيجيب لي في التشوز بتاعي الساركومير بيجيب لي المسل فايبر بيجيب لي الماي فيبرلز بيجيب لي الموتور يونت بقول له the smallest unit that has ability to make contraction اللي هي الساركومير، الساركومير ده اصغر بارت بيقدر يعمل muscle contraction اوكي؟ طيب How can the muscle make contraction? ازاي المصل هتقدر تعمل ايه؟ Contraction. طيب اول بارتيشن عندنا ان دلوقتي انا عندي nervous system gives order to the muscular system to make contraction and to make relaxation. gives order to the muscle to make a contraction. اوكي okay. انا عايز اعرف how can the nervous system give impulses to the muscle to make contraction. وبعد كده هندرس How can the muscle make contraction؟ يبقى انا دلوقتي قلت ايه؟ How can the nervous system affect on the function of muscle؟ The second partition بقول How can the muscle make a contraction؟ فلما نيجي نشوف كده الدروينج اللي قدامنا حتة كده خدناها من second secondary في chapter sensitivity بقول ايه؟ في الـ skeletal عندنا outer بتاعنا, الـ outer surface بتاعنا الـ outer surface بتاع الـ skeletal muscle بيبقى positive والـ inner uh, surface بيبقى negative Outer surface positive لأن احنا عارفين طبعا accumulation بتاع البوتاسيوم والصوديوم ions بيبقى برة والنيجاتيف ايونز ions بتبقى جوة اللي هي الكلورين والبروتين molecules طيب ده في حالة ايه؟ ده في حالة اسمها polarized state polarized ستين يبقى yeah, outer surface أوف ماثل is positive and the inner surface of methyl is the negative. Due to accumulation of the potassium and sodium negative due to accumulation of the chlorine and the protein molecules بس احنا نركز في حاجة واحدة بس إن حصل accumulation برة من uh, الصوديوم ions وبالتالي uh, برة بيبقى positive uh, يعني عندنا في الشرح هنا ما ذكرناش إلا الصوديوم الصوديوم ions آه بقول هنا لما النيرف طبعا احنا عارفين ان في 3 تايبز اوف ساينابس نفتكر كده مع بعض 3 تايبز اوف ايه ساينابس ساينابس يعني تشابك فقلنا خدنا في ثانيه ثانوي قلنا في ساينابس تشابك ما بين نيرف سيل ونيرف سيل وده اللي احنا درسناه السنه اللي فاتت وخدنا ساينابس بتوين نيرف سيل اند ذا ماسل وساينابس بين نيرف سيل اند ذا جلاند النهارده هندرس الساينابس بتوين نيرف سيل اند ذا ماسل نيرف سيل اند ايه and the muscle وهندرس how can the nerve cell gives order to the muscle to make what to make contraction وببدأ اقول له بقى استنى ده المصل Consists of ايه ها؟ مصل fiber والمصل fiber ده ماله؟ المصل fiber ده بيبقى outside the membrane بيبقى positive و inside بيبقى negative ده during polarized state on the arrival of nerve impulses on the arrival of nerve impulses at the نيرف ending يعني في نهايه النيرف اندنج كده خلاص ادي النيرف سيل اهي وصل لها الامبالسز وصل في نهايتها طب واحنا كنا بنقول ان النيرف سيل اندس ويز ايه؟ سينابتيك نوب سينابتيك نوب اه الانتفاخ بنقول عليه الانتفاخ التشابكي اه افتكر كده ارجع بالذاكره لثانيه ثانوي سينابتيك نوب السينابتيك نوب ده كونتينز ايه؟ ها سينابتيك فيزيكال سينابتيك فيزيكال اللي كانت بتحتوي على ترينجلر شيب كده اسمه ايه؟ اسيتايل كولين اسيتايل كولين. يبقى دلوقتي نرجع مع بعض النيرف اندنج اسمه ايه سينابتيك نوب طب والنيرف اندنج ده كونتينز ايه سينابتيك فيزيكال والسينابتيك فيزيكال كونتينز ها استايل كولين وكان في حاجه ثانيه كده في ثانيه ثانوي النور ادرينالين اوكي بس احنا ما لناش دعوه الا بالاستايل كولين هنا يبقى كتاب مدرسه شرح الاستايل كولين بس يبدا الاراي اون يبدا النيرف اندنج او النيرف امبالسز توصل للنيرف اندنج الموجوده هنا اللي فيه سينابتيك ايه فيزيكال اللي جواه استايل كولين الكالسيوم كانال اللي موجوده عندي في السيرفيس على السيرفيس بتاع السينابتيك آه آه نوب بريديوس كالسيوم الكالسيوم ده الاينز كالسيوم أيون عامله زي النيدل كده بتروح تعمل رابتشر للفيزيكال اللي موجوده في السينابتيك نوب اللي هي النيرف اندنج تبدا تعمل فيها رابتشر بيطلع لي كولين اللي هو بنقول عليه Neurochemical Transmitter كيميكال ده ده ناقل عصبي بينقل اشاره عصبيه Neurochemical كيميكال ان الاستايل كولين ده هي طبعا باس ثرو ايه؟ سينابتيك ليفت يعني ايه سينابتيك ليفت فراغ تشابكي يعني ايه متشابكين ويعني ايه في فراغ او في سبيس ما بينهم مهما كان الابيلتي ان انا اعمل سينابس اكيد في سبيس بس انا بشوفه طبعا احنا مكبرين بالالكترون مايكروسكوب ففي سبيس لكن هما متشابكين يعني انا لو عملت ايديا الاثنين كده متشابكين في في نوع من انواع الانتراكشن ما بينهم اهو ها متشابكين لكن لو جيت بالالكترون مايكروسكوب هلاقي في سبيس ولو صغير جدا ففي حاجه اسمها السينابتيك كليفت سينابتيك كليفت ما بين السينابتيك نوم وما بين السيرفيس اوف ماسل سيرفيس اوف ايه اوف ماسل السينابتيك كليفت ده الستايل كولين بيبدا باس ثرو ذا سينابتيك هيبدا يعدي من السينابتيك ليفت طب لما يعدي من السينابتيك ليفت ايه اللي هيحصل موفز تو ذا ريسبتور ايه ريسبتور ذات از فاوند اون ذا سيرفيس اوف ماسل فايبر فاوند اون سيرفيس اوف ماسل فايبر ده الريسبتور اللي موجود عندنا يبقى في ريسبتور عندي بالظبط زي ما بقول مثلا فيشه والكوبس بتاعها الفيشه هو ده الاستايل كولين. داخل في الكوبس بتاعه اللي هو الريسبتور اللي موجود على السيرفيس اوف ماسل مجرد ما الاستايل كولين ها interact with the receptor interact with the receptor إللي حصل آه, احنا قلنا كانت الأول حالة ايه polarized اللي كان outside ايه positive inside negative بقول the membrane of muscle أو part of the membrane of muscle becomes permeable permeable يعني بيسمح بمرور ال sodium ion inward ااا دخل مين sodium ion كتاب مدرسة ما قالش الا sodium ion احنا نذكر sodium ion فقط the sodium ion moves inward and the inside the membrane يبقى جوه إيه؟ يلا نقص كده على السلايد جوه بقى إيه؟ بقى positive وأوتسايد بقى إيه؟ بقى نيجاتيف يبقى جوه بقى positive وأوتسايد بقى نيجاتيف يجي يسألني the inner membrane of muscle fiber becomes positive أقول له because the membrane of muscle becomes more permeable to enter the sodium ion وبالتالي inner بيبقى positive والأوتر بيبقى نيجاتيف نيجاتيف ليه لان انا عندي بردك الاكيوميليشن بتاع الكلورين بقى بيبدا يخرج بردك بس احنا نركز بان الصوديوم اين انتر ذا ماسل فايبر طب لما الصوديوم اين دخل المصل فايبر بقى, بقى جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف ايوه يعني ايه يعني الحاله دي او الستيت دي اتحولت من بولاريزد الى دي الى دي بولارايزد اه يبقى الستيت اللي هي الدي دي بقول له فيها إنر از بوزيتيف واوتر از نيجاتيف الدي ستيت الامبالسز هتبدا تمشي بقى زي ما احنا شايفين على السلايد كده هتبدا تمشي على كل الممبرين بتاع المصل ايه فايبر يبقى يبقى سيكونس سيكونس كده طيب لما النيرف امبالس از ترانسميتد فروم وان سايد تو انذر سايد يعني النيرف امبالس ماشيه كده 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 يبقى بارت 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 وين ذا نيرف امبالسز or او ليفز ليفت ذا وان بليس ذا ممبرين ريتيرنز باك اجين هيرجع مره ثانيه هيرجع مره تانية ازاي؟ ان الممبرين هيبقى بيرميبل ان هو يعمل اكزكريشن للصوديوم اوتسايد ويبقى جوه بردك بيبقى نيجاتيف وجوه بيبقى ايه؟ نيجاتيف يبقى رجع حاله ايه؟ ريتيرن يعني رجع ري بولارايزد يعني رجع بولارايزد ستيت مره تانية ليه؟ لان النيرف امبالس عدت من عليه خلاص يبقى كده النيرف اثر في المصل او عمل افكتس اون ذا ماثل اكشن اند ميكس ات تو ميك كونتراكشن ده بالنسبة لترانزميشن of the nerve uh, impulses on the muscle uh, fiber او المصل عندنا يبقى المصل بتعمل كونتراكشن نركز اوي في الصينافس الصينافس اللي هو التشابك ما بين الnerve ending وما بين المصل nerve ending بينتهي او end with synaptic noob that contains synaptic vesicle that contains acetylcholine او بنتو بلاكد كده نقول له ايه neurochemical transmitters uh, on the arrival of the nerve impulse Calcium canal, take the rule of A of calcium ion, calcium ion that make rupture of synaptic vesicle to produce acetylcholine that pass through the synaptic cleft to make interaction with the receptor on the surface of muscle, uh, the membrane becomes permeable to enter the sodium ion. Inner is positive, outer is negative, so this is a state called depolarizing. on the arrival on the nerve impulses of the muscle fiber it moves through the uh, length of the muscle fiber uh, and the membrane returns back again uh, repolarized state repolarized state after a few of seconds how can the membrane return is back repolarized state اه ازاي الممبرين يرجع بولارايزد ريبولارايزد مره اقول له استنى إيه هو كان مين اللي مع الريسبتورز اللي ايه الاستايل كولين يبقى انا لازم اشيل الاستايل ايه كولين عشان الممبرين يرجع ريبولارايزد يرجع, يرجع يرجع ايه طب فبنعمل كده ازاي اه هي ده ايه النيرف وده المسل وده الايه المسل يبقى في كونكشن ما بينه ما بينهم كده نقول نيورو ماسكلر جانكشن نيورو ماسكلر جانكشن جانكشن يعني الوصله ما بين النيرف وما بين المسل هنا في بقى في الساينابتك ليفت ده في انزيم اسمه كولين ستريز انزيم كولين ستريس انزيم اني وورد اندس ويز ايز كولد انزيم اي وورد بتنتهي معانا بايز بنقول عليها انزيم الكولين ستريس انزيم ده الرول بتاعه بيمسك الاستايل كولين بيعمل له ها ديستروينج او بيكسره بيمسك الاستايل كولين بيخليه لي جزئين كده اسيتيت اند كولين أستيت اند ايه كولين بقول له هنا الكولين ستريز انزيم هيلبس ذا ميمبرين to return is back polarized ازاي هاو اقول له because it has ability to make destroying for the كولين. choline into acetate and choline into acetate and choline ده بالنسبه الخاص بالايه بالكولين انزيم دايما بيجي يسال يا يعني اما نقول ان ذا نيورو ماسكولار جنكشن ان ذا نيورو ماسكولار اوكي ده افتر طبعا بارت اوف سكند الكولين انزيم آه, بيبدا يعمل لي ديستروينج للاستايل كولين والمبرين اوف ماسل يرجع مره ثانيه ايه بولاريزد ستيت او يرجع في حاله بنقول عليها ريبولاريزد اجين آه, ليه ان المسل طبعا مش هينفع تاخد اوردر واحد وخلاص كده المسل مش هتشتغل ثاني لا لازم تاخد اوردر تاني وتالت ورابع وهكذا يبقى ريتيرنز باك اجين انتو ذا ريلاكسيشن ستيت طب ترجع زي الريلاكسيشن ستيت اقول له باي هيلب اوف كولين ستريز انزايم احنا اتفقنا ان النرف جيفز اوردر تو ذا مسل تو ميك كونتراكشن بس هل احنا عرفنا المصل ازاي قدرت تعمل كونتراكشن؟ لا يبقى هنا النهارده دلوقتي هندرس وات ذا function of the contraction of muscle and how can the muscle make contraction هما اللي احنا درسناه the effect of nerve on muscle action ازاي النيرف اثر لي على المسل عشان gives uh, order to make contraction how can the muscle make contraction ده اللي احنا هندرسه قدر so, scientist اسمه uh, Huxley theory او قدر يعمل نظريه Huxley theory اللي قدرت تعمل explanation لل contraction of the muscle uh, fiber فلما ركز, نركز نركز كده مع بعض بقول له هوجز عمل ايه؟ طبعا هوكسلي يعتمد على الالكترون مايكروسكوب احنا اتفقنا ان الالكترون مايكروسكوب كان ماجنيفاي آب to 1 مليون times يبقى هيشوف لي انترنال details اوكي okay? فعمل ايه هوكسلي ارم كده والارم التاني كان كده الارم ده contraction و relaxation contraction والارم التاني relaxation he compared between the structure of muscle or fine structure of muscle. لأن fine structure إنه يعتمد على electron microscope اللي هي اللي هيوريني internal details of the muscle. he compared between the muscle during contraction and during relaxation under the electron microscope under the electron microscope and he found what there is transverse links transverse links دي اللي إحنا شايفينها في السلايد اللي قدامنا دي كده. هذه transverse link هي

تمام طالع من على الميوزين الدايركشن بتاعه بيبقى اوت وورد المنظر ده وهنا الاكتين فيلمنت بص كده ركزوا معايا ادي الميوزين كده جزء الميوزين طالع منه ترانسفيرز لينك اوكي بيبقى اوت وورد وبعدين الاكتين فيلمنت كده اللي هو الثين بروتين ثين ايه بروتين فيلمنت ذا ترانسفيرز لينك مالهم اكت از هوك هيعملوا كانهم خطاف هيشدوا لي او بولينج ذا بول ذا اكتين فيلمنت الاكتين فيلمنت هيحصل له سلايدز اوفر اتش ايه, ايه. over each other the actin filament slides over each other اتزحلقوا مع بعض فوق بعض كده بالمنظر ده ليه؟ لان transfers link act as hook that pulls the actin filament that pulls the actin filament from both sides فال actin filament لما تشدوا اتزحلقوا, إتزحلقوا عملوا slides over each other وبالتالي الثيوري دي بنقول عليها ايه؟ sliding filament theory sliding filament theory اوكي دي نظرية اللي عملها هوكزلي فبقول له خلي بالك ان transverse link act as hook in presence of ATP and the calcium ion that pull the actin filament from both sides and the actin filament slides over each other slides over each other what will happen if the transverse link act as hook and pull the actin filament from both sides ايه يا ترى اللي هيحصل لما المصل تعمل contraction ولما المصل تعمل ريلاكسيشن ايه اللي تشينجز اللي هوكز اللي قدر يلاحظها وايه السؤال اللي بيجي في الحته ديت يجي, يجي يجيب لك كده رسمه ويقول لك this muscle is under contraction or relaxation طب نبدا نعرفها ازاي بقى بالراحه ركزوا كده معايا ادي الزد لاين لو نفترض ان السبيس اللي ما بين الزد لاين هي الساركو ايه ساركومير بالمنظر ده لما دي ديورنج ريلاكسيشن ديورنج كونتراكشن بلاقي الساركومير از ريديوسد الساركومير ايه ها قلت شويه والزد لاين اللي هما الاثنين دول كونفيرج اه وايه تاني بقول له ان الاتش زون اللي موجوده في النص هنا اه uh, في حاله ريلاكسيشن كانت موجوده في حاله كونكشن اتش زون از ديسبير يبقى بنروح نرتب كده افكارنا اول حاجه ها ذا اتش او او زد لاين كونفرج تاني حاجه ذا ساركومير از ريدوس ثالث حاجه اتش زون از ديسابير رابع حاجه ذا دايركشن اوف ترانسفيرز لينك هو كان ايه كان اوت سايد طب لما شاد بول ذا اكتين فيلم بقى ان سايد بقى ايه ان سايد او ان ووردز اوكي بدل التشينجز اللي بتحصل ديورنج ماسل كونتراكشن بالرغم من ان نظريه هوكسلي او الثيري بتاعه هوكسلي دي قالوا عليها الموست اكسبتابل ثيري الا ان هي كانت اكسبلين ذا كونتراكشن اوف سموث ماسل واي بيكوز ذا سموث ماسل

يبقى الكوتشن بيجي على الجزئيه دي ازاي آه في الماسل كونتراكشن آه بيجيب لي دروينج اركز جدا جدا في اللي في السؤال ده لان هو بيجي كتير بقول له هنا الماسل دروينج كونتراكشن وابدا اشوف اللي اللي بتحصل عليها السؤال بردك اللي بيجي على ترانسفيرز لينك اكت از هوك ان بريزنس اوف كالسيوم اند اي تي بي او يجي يقول لي ترانسفيرز لينكس ار فورمد ان اوف اقول له كالسيوم ايون كالسيوم ايه كالسيوم أي. اخر جزئيه عندنا هي الموتور يونت طبعا والمصر فاتيج الموتور يونت لما نيجي نتكلم عليها ركزوا كده معايا لو انا قلت ان دي ايه ده الهاند بتاعتي وده دول الفينجرز كده الهاند ديورنج ايه ريلاكسيشن طب وكده كونتراكشن طب ذا سمولست بارت ذات هاز ابيليتي تو ميك كونتراكشن اللي هو الفينجر اوكي اوكي اف اي كونسيدر ذا ستراكشر از ا ماسل لو انا افترضت ان ده الستراكشر بتاع المصل وافترضت إن الفينجرز دي كل واحد فيهم اسمه موتور يونيت موتور يونيت if the muscle make contraction, the smallest part that make a function is called motor unit. أألي حاجة عندي من عمري contraction من هي؟ الموتور يونيت يبقى الموتور يونت دي إيه؟ has function has function. فبقول هنا add in muscle, muscle structure. the smallest part that make contraction is the motor unit. فممكن أقول الموتور يونيت What is meant by motor unit?

اه يبقى لازم يدخل فيه نيرف كده في في نيرف بيدخل فيه الايه الماسل فايبر هم النمبرز بتاعهم بيبقى فروم 5 تو 1 a تو 100 يبقى النيرف ده سبلايز ذا ماسل فايبر اوكي طيب عندنا هنا نقطتين مهمين جدا بيقولنا في تيرم دايما بيجي يقول لي البوينت اوف كونكشن بتوين نيرف اند ذا مسل بوينت اوف كونكشن نقطه الارتباط ما بينهم الاثنين دول ده احنا قلنا على ده ايه نيرف وقلنا على دي ايه مسل يبقى نقول عليها ايه نيورو

موتر اند بليت موتر اند بليت ده بالنسبه للموتر آه يونت نركز على الموتور يونت الدرونج بتاعها بيجي كتير جدا برضك في الامتحان ومهم جدا بالنسبه لنا ننتقل الى المصل آه فاتيج آه طبعا المصل فاتيج اللي هو الاجهاد العضلي آه طبعا الماسلز الفتيك ده آه بيحصل ازاي؟ أخدنا كده جزء منه في سكند second سكندري آه بتاعت الجزء الخاص بالالكهوليك فرمنتشن ولاكتيك اسيد فرمنتشن، افتكر كده اللاكتيك اسيد فرمنتشن، اللاكتيك اسيد فرمنتشن كانت بتحصل في البكتيريا وكانت بتحصل في مسلز اوف هيومن، حتى قلنا عليها ايه؟ اسيدك فرمنتشن، ليه اسيدك فرمنتشن؟ عشان حصل اناروبيك ريسبيريشن، احنا اتفقنا ان الفرمنتشن دايما بيحصل ان ايه؟ in the absence of life absence of oxygen يبقى no oxygen ها آه مش هيقدر الب... او السيلز بتاعتنا مش هتقدر بواسطه الاكسجين يبقى هتعمل ايه اناروبيك respiration طب وهل السيل بريفيرز آه، ايه يا ترى ان هي تمشي في جزء خاص بالايروبيك ريسبيريشن ولا بالانيروبيك ريسبيريشن لو نفتكر كده ونرجع بالذاكره شويه كريبس سايكل الكريبس سايكل ده كان ايه ايروبيك ريسبيريشن الروبيكس اكسبريشن ده كان بيطلع النمبر اوف اي تي بي كام 38 اي تي بي حتى كنا بنقول عليها ايه سفشنت اماونت اوف انرجي طب في حاله الفيرمنتيشن بقول له 2 اي تي بي 2 اي اي تي بي طب يا ترى هل لو انا معايا 38 باوندز بيكون عندي 2 باوندز لا طبعا هي ايه في فرق كبير ولا لا في فرق كبير جدا ما بين ال 38 اي تي بي وما بين 2 اي تي بي فيه في في ديفرنس ما بينهم ان هنا لارج اماونت اوف انرجي هنا سمول اماونت اوف انرجي طب ليه السيل بتعمل كده وليه السيل بتعمل كده بتعمل 38 اي تي بي

اه uh, to produce small amount of energy small amount of energy طب و small amount of energy دي sufficient نقول له لا insufficient for the cell activities وبالتالي ايه اللي بيحصل؟ كبرودكت بقى بيطلع لي نتيجه نتيجه ان حصل الجلوكوز أكسديشن في ظروف اني روبيك اه بيطلع لي لاكتيك اسيد بيطلع ايه؟ لاكتيك اسيد اللاكتيك اسيد بيبدا يعمل اكيوميشن 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 بالمنظر ده بدي المصل وده اللاكتيك اسيد كان صغير الاول بدا حضرتك تعمل اكتيفيتيز كتير او فيجرس اكسرسايز بدا اللاكتيك اسيد انكريز, انكريز ان اتس امون. لحد ما يزيد ويعمل كونتراكشن للمسل يبقى اللاكتيك اسيد ده بيسبب ايه ريبيت كونتر كونتراكشن اوف ذا مسل ريبيت كونتر كونتراكشن اوف ذا مسل طبعا ده ليس تو اتس فاتيج ده يؤدي لاجهاد العضله ما فيش حد طبعا بيحصل له آه فتيج في المسل الا ويحصل له ستوبينج لازم يقف لازم ليه تو وبالتالي ايه اللي هيحصل respire aerobically وبالتالي هيحصل oxidation aerobically وبالتالي produce sufficient amount of energy يبقى انا ممكن احول lactic acid مره ثانيه واخليه يدخل الباسوي بتاع كريبس سايكل وينتج له 38 ATP امتى الكيس ديت بقول له طبعا when the object is stopped it will respire aerobically to produce sufficient amount of energy okay

بكده انتهينا من الشابتر 1 السبورت اند موفمنت في الليفنج اورجانيزم uh, نتمنى مع بعض ان احنا كنا غطينا كافه الاجزاء في الشابتر uh, ان شاء الله نلتقي في حلقه جديده uh, مع شابتر جديد والهرمونز ان شاء الله في الحلقات القادمه ان شاء الله نرجو ان انتم تتابعونا ونتواصل مع بعض على طول ان شاء الله شكرا